السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة رابعة، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله عندنا الفيديو المنتظر، المهام الأدائية. بص يا بطل، هو كل اللي فاتكم واللي جايكم، كل اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. ليه؟ لأن المهام الأدائية ب35 درجة. أنت كده، أنت يا مهامي أدائية عليكي 35 درجة، تمام؟ 35 درجة دول يعني إيه؟ يعني معلش، يعني امتحان الشهر الاول 15 درجه والتاني 15 درجه، فالامتحانين 30 درجه. امتحان اخر السنه 30 درجه. دي بس كده عليها 35 درجه. تمام؟ عليها 35 درجه. فيعني بص، يعني لازم تهتمي بيهم. وكمان ال 35 درجه في كلام مفيش، يعني حاجه خفيفه خالص وحاجه بسيطه خالص، فما ينفعش ان هما يضيعوا منك. 35 درجة دول مضمونين معاك في جيبك، فما ينفعش انك تضيعهم. النهاردة معانا المهام الادائية للترم التاني، وطبعا دي المهام الادائية اللي كانت الوزارة منزلاها اول ما كان المنهج ده منهج جديد اول سنة، فالمهام يعني الوزارة اهتمت شوية ونزلت المهام الادائية دي، وبدأنا سنة ورا سنة بنعتمد على هذه المهام، وهي اللي احنا بنجيبها في مدارسنا. طيب هل من الوارد ان يكون في حاجة جديدة اشوفها او حاجة جديدة تكون متاحة غير دول؟ ممكن، ولو في هعمل جزء تاني من فيديو المهام الادائية ونبدأ اننا نجاوب عليها برضو مع بعض. والملف ده انا هسيبه لك موجود في صندوق الوصف ان شاء الله، وهسيب لك برضو منه نسخة مجابة بامر الله. مطلوب منك بقى انك تركز قوي 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 معايا. انا بكلمك النهاردة في 35 درجة. لو انت مش شايف الكلام واضح، انا حاولت ان انا اقرب قوي على الشاشة. لو انت مش شايفها واضحه، ممكن تعمل تدوير للشاشه عندك وتعلي الجوده علشان تشوف كل حاجه واضحه. اللايك الجميله بتاعتك بتروق علينا جدا وبتفيدنا وبتدعمنا جدا اننا نكمل، واشتراكك في القناه بيدعمنا برضو جدا جدا جدا، فما تبخلش علينا بيه. ويلا بينا يا بطل. طيب انا عندي هنا اول مهمه، والحاجات دي هو انت لازم تملاها، تمام؟ الاسم والكلام ده فانت لازم تملاه، لانه يقال ان عليه درجات اصلا، يعني انت بتكتب اسمك فانت بتاخد درجات، فما تنساش بس تظبط الامور هنا. بنقرا كويس، وهنلاقي ان في موضوع رسمه كده برضو، فهنركز احنا هنرسم ايه. ومفيش حاجه اسمها ما بعرفش ارسم، هو كلنا ما بنعرفش نرسم عموما يعني، او انا عن نفسي انا ما بعرفش ارسم، وانت هتشوف دلوقتي. انتوا فنانين اكتر مني. اي رسمه منك بتعبر عن اللي انت كتبته مقبوله. مقبوله مقبوله يعني ان شاء الله هتاخد عليها الدرجه النهائيه ان شاء الله. انت مش داخل امتحان رسم يعني، لكن انت بس انت بتقول انا فاهم انا كتبت ايه وبعبر عنه بس. طيب اول حاجة، اول مهمة، بسم الله كده، traditional dish، اكلة تقليدية. اكلة تقليدية عندنا، لحظة واحدة بس قبل ما تكمل، يبقى الفول والكشري، ملوخية مثلا. طيب تعال نشوف، هو بيقول لي هنا Egypt is famous for، مصر مشهورة ب many wonderful traditional dishes، أطباق أو أكلات تقليدية رائعة كتيرة. like مثل، والراجل بدأ يقول لي بقى زي الفول المدمس، فتة، بسبوسة. تمام. write about، أكتب عن، the traditional dish you like، الأكلة التقليدية اللي أنت بتحبها most أكتر. يبقى اذا اللي هيكتب عن الفته تمام، واللي هيكتب عن البسبوسه تمام، واللي هيكتب عن الفول تمام، واللي هيكتب عن الكشري تمام. تمام. draw، ارسم your traditional dish، ارسم الاكله التقليديه اللي انت اخترتها. تمام. يبقى انا مطلوب مني ان انا اكتب عن الاكله دي وارسم عنها بس كده. بس كده هتاخد 35 درجه ان شاء الله. طيب انا هختار الفول المدمس، وهكتب عن الفول المدمس باراجراف، فبالتالي من اساسيات الباراجراف ان انا بسيب قيمه حرفين ثلاثه وببدا، ما ابداش اول سطر من اوله، وهقول ماي فيفورت تراديشنال ديش اكلتي التقليديه المفضله إز. السطر الثاني بدأته من الأول، وراعي إنك بتبدأ بكابيتال لتر، خلي بالك. My favorite traditional dish is فول مدمس. أكلتي التقليدية المفضلة هي الفول المدمس.
خلاص تمام، انت اخترت الفول المدمس. ايه هو بقى الفول المدمس؟ اتس هو عبارة عن بينز، عن فول او حبوب فول كوكت، مطبوخة very slowly، ببطء شديد او ببطء شديد. اوكي، الفول المدمس عبارة عن beans cooked very slowly. It's beans هو beans، فول cooked مطبوخ very slowly على نار هادية. Served with يقدم مع، بيتقدم بإيه بقى؟ بشوية إيه؟ Served with olive oil زيت زيتون، garlic توم، and some onions وبعض البصل، معرفش لا some salt، خليها some salt، بعض الملح. يبقى served with olive oil garlic and some salt. طيب اضيف حاجة، ممكن نحط طماطم في الفول. you can put، انت ممكن تضع tomatoes طماطم to. اضيف جملة تانية، والله عندك جمل تضيفها ضيف. It's very delicious هو لذيذ جدا. It's very delicious هو لذيذ جدا. كفاية كده بقى، انا كنت عاوز اقول ان مثلا it's very popular هو محبوب جدا، او it's a popular dish هو اكلة شعبية او اكلة محبوبة. لا ضفها، استنى رايح فين، ضفها عندك جملة عاوز تضيفها ضيف يا حبيبي. تمام، it's a popular dish. مفيش حاجة اسمها انا كنت عاوز اضيف بس انا كتبت حلو، لا ضيف. طيب بالنسبة للرسمة بقى، اكيد هترسم فول مدمس، طبعا هترسم طبق فول خلاص، وادي الفول تمام، وادي الفول اهو، اجمل طبق فول وكمان سخن بس كده. عاوز بقى ايه؟ تعمل البتاع السودا اللي بتبقى هنا دي مثلا، عايز بقى قلمك الرصاص الحلو كده، تعمل الميه دي اللي بتبقى موجوده هنا دي، بس هتضرب مننا. فبترسم طبق فول، ده كل اللي مطلوب منك. يبقى draw your traditional dish، ارسم اكلتك التقليديه، رسمتها واتكلمت عليها. My favorite traditional dish is فول مدمس. It's beans cooked very slowly, served with olive oil, garlic, and some salt. You can put tomatoes too. It's very delicious. It's a popular dish. وشكرا. عاوز تاخد سكرين شوت كده، خد سكرين شوت لأول مهمة. يلا بينا نبص على تاني مهمة عندنا. هو هنا بيفكرني، بيقول لي خلي بالك من الكوريكت سبيلنج، الكلمات تكون كاتبها صح، البانكتويشن صح، علامة الترقيم، الستراكشر، الجرامر بتاعك صح. تمام، المهمة التانية a trip with your friends، رحلة مع أصحابك. تمام، رحلة مع أصحابك. بيقول إيه؟ It's end of the year holiday، إحنا في نهاية أجازة العام وعاوزين نودع الأجازة كده توديع كويس. You want to do many activities، أنت عاوز تعمل أنشطة كتير بقى، ودع الأجازة. Some of your friends، بعض أصحابك want to go to the beach، عاوز يروح الشاطئ. في شوية كده من صحابك الحلوين قالوا نروح الشاطئ. Some want to go to the museum، وبعض أصحابك عاوز يروح المتحف. Some want to go to the zoo، وبعض أصحابك عاوزين يروحوا حديقة الحيوانات. Write about the activity you want to do during the trip، اكتب انت بقى انت النشاط، the activity النشاط you want to do اللي انت عاوز تعمله during the trip اثناء الرحلة. Draw وارسم what you can see do in these places،
ايه اللي ممكن تشوفه او تعمله في الاماكن دي. طبعا هو الراجل ادالك اقتراحات، ادالك بيتش وادالك ميوزيوم وادالك زو. فانا شايف ان زو دي جميلة جدا. لو انت اتكلمت في موضوع الزو، انت مع الناس دول اللي عاوزين يروحوا الزو حديقة الحيوان، فالدنيا لطيفة كرسمة وككلام. فهتقول له اتس، برضو خلي بالك انا سبت قيمة التلات حروف، اتس اند، احنا في نهاية، زي ما هو قال لي بالظبط end of year holiday، it's end of year holiday، احنا في نهاية اجازة العام. وبعد كده اقول له I want to go to the zoo، وانا عاوز اروح حديقة الحيوان. I want to go to the zoo، تمام، انا عاوز اروح حديقة الحيوان. I like، أنا أحب، to see، أن أرى، animals، I like to see animals، أنا بحب أن أنا أشوف الحيوانات. My favorite animal، حيواني المفضل، my favorite animal is the lion، هو الأسد. My favorite animal is the lion، حيواني المفضل هو الأسد. It's very big، هو كبير، and dangerous، وخطير. قل له I like، أنا أحب مثلا monkeys، القرود، and مثلا giraffes، الزرافات، to ايضا. I want، انا اريد، to feed them، ان اطعمهم. feed يا بابا يوكل، انا اريد ان اطعمهم، I want to feed them. طيب كلام جميل جدا، وكتبنا المهمة، لسه جزء draw. draw what you can see، ارسم ايه اللي ممكن تشوفه هناك او دو او تعمله in these places، في الاماكن دي. يبقى في مكان الزو ايه اللي ممكن اشوفه او اعمله، انا اخترت الزو، هارسم حاجة بتتشاف او بتتعمل هناك، يبقى هارسم حيوانات بس كده. ممكن تعمله كده ايه، زو، خلاص، وترسم له بقى ايه حيوانات هنا. يعني مثلا انا ما بعرفش ارسم طبعا، اسد، ممكن تظبط شكله اسد حلو مش كده، ومثلا ترسم له اي حاجه بقى، انا ما اعرفش ايه، ايه ده، بس هو اكيد ده حيوان تقريبا، ده هيبقى ثعلب. ارسم له مثلا زرافه، ده هي قلبت على ديناصور، تمام تمام رسمنا زرافة مثلا. فبنرسم حيوانات ونقول له دي زو، علشان يفهم ان دي زو. It's end of year holiday، انها نهاية اجازة العام. I want to go to the zoo، انا عاوز اروح الزو حديقة الحيوان. I like to see animals، انا بحب اشوف الحيوانات. My favorite animal is the lion، حيواني المفضل هو الاسد. It's very big and dangerous، هو كبير جدا وخطير. I like monkeys and giraffes، اتكلم بقى عن الحيوانات التانية اللي هناك، انا بحب القرود، بحب الزرافات. I want to feed them، وانا عاوز اطعمهم، انا عاوز اكل الحيوانات دي. طيب تعالى المهمة رقم 3، بتتكلم على الفستيفالز، الاحتفالات. المهمة بقى اللي بتتكلم على الفستيفالز، الاحتفالات، بيقولك You are celebrating one of the festivals، انت بتحتفل، celebrating بتحتفل، be one of the festivals، بأحد الاحتفالات، with your family، مع أسرتك، and friends، وصحابك. طبعا festivals احتفالات هحتفل بيها، في ممكن شم نسيم، ممكن عيد الفطر، في احتفالات كتير. write about، اكتب عن، what do you do during it، انت بتعمل ايه، what
ماذا؟ What do you do؟ ماذا تفعل during at أثناء الاحتفال ده؟ بتعمل إيه؟ How do you celebrate it؟ كيف تحتفل به؟ أنت زي بتحتفل بالاحتفال ده؟ What do you eat during it؟ بتاكل إيه فيه؟ طب أنا همسك عنصر عنصر علشان منساش وأنا بكتب المهام. وبعد كده قال لي make a sample، اعمل كده رمز، حاجة بترمز للاحتفال. Make a sample for your favorite festival، اعمل رمز لاحتفالك المفضل. طيب انا هقول له هنا I'm، طبعا خدت بالك خلاص اتفقنا بنسيب ثلاث حروف. I am celebrating، انا باحتفل ب مثلا شم النسيم. I am celebrating شم النسيم with my family، مع عيلتي and friends وصحابي. ونطلع للعنصر اللي معي. What do you do during it؟ انت بتعمل ايه اثناء هذا الاحتفال؟ طيب اثناء هذا الاحتفال اقول له مثلا we، احنا make a picnic، بنجهز we make a picnic، بنجهز البيكنيك النزهة الخلوية، and we go to the park، and go to the park، وبنذهب إلى الحديقة or أو the beach أو الشاطئ. we make a picnic، بنجهز نزهة، and go to the park or the beach، ممكن تقول during it أثناء هذا الاحتفال. طيب how do you celebrate it؟ إزاي بتحتفلوا بيه؟ وإحنا مثلا set، بنجلس on the grass، على العشب، and spend، وبنقضي a nice time، وقت لطيف. طيب what do you eat during it؟ بتاكلوا إيه أثناء هذا الاحتفال؟ we eat، إحنا بناكل colored eggs، البيض الملون. we eat colored eggs أو boiled eggs، salted fish، سمك مملح، and green onions، وبصل أخضر، and green onions. وطلب مني بعد كده أنا أرسم make a symbol for your favorite festival، اعمل رمز لاحتفالك ده. طب ايه رمز شم النسيم؟ البيض الملون، فانا هعمله كده البيض اللي هو الملون، تمام. اوكي، ويا سلام بقى لو ايه، لو لوننا الحاجات دي الوان مختلفة. طيب يبقى احنا كده عملنا رمز شم النسيم، ويا سلام بقى لو في شمس مثلا، اتس ساني بقى، الجو مشمس وكده، فالدنيا جميله. تعال نقراه تاني. I'm celebrating شم النسيم with my family and friends. We make a picnic and go to the park or the beach. We sit on the grass and spend a nice time. We eat colored eggs، او we eat boiled eggs، ممكن colored تقول مكانها boiled. Boiled eggs، salted fish، سمك مملح، and green onions، وبصل أخضر. تعال للمهمة اللي بعد كده، invitation، دعوة. هنكتب دعوة. طيب بيقولك you want to invite your friends، انت عاوز تدعو أصحابك، to your birthday party، لحفل عيد ميلادك. Write an invitation including، اكتب دعوة مشتملة على، يعني تحط فيها الادرس، العنوان بتاعك، تايم اند بليس، خلي بالك الحاجات دي لازم بقى تتعمل، تايم اند بليس، وقت ومكان الحفله، واي تو انفايت، انت بتدعوهم ليه طبعا علشان البيرث داي، وات تو وير، يلبسوا ايه، وات تو برينج، يجيبوا معاهم ايه، ودرو ذا انفيتيشن كفر، ارسم الغلاف بتاع الدعوه. طيب تمام حاضر. دير فريند مثلا، صديقي العزيز، I'm
inviting you. قل له كده I am inviting you. أنا أدعوك أنا بعزمك to my birthday party. To my birthday party. لحفل عيد ميلادي. أنت تعرف أنت كده خلصت من العنصر ده اللي هو why to invite. أنت ليه بتعزمه؟ فأنا قلت له أنا خلاص أنا I'm inviting you to my birthday party. أنا بعزمك لحفل عيد ميلادي. طيب تمام. التايم والبليس it والادريس والعنوان it will be هي هتكون ان شاء الله it will be next Monday مثلا الاثنين القادم at الساعات بتاخد حرف الجر at مثلا 7 p.m. في السابعة مساء. طيب وبعد كده it will be هي هتكون مثلا in my house في بيتي it will be in my house وهتكون مكانها بيتنا it will be in my house كده الادريس التايم البليس why to invite what to wear يلبس ايه please من فضلك wear البس something مثلا blue wear something blue البس حاجة زرقاء تمام يبقى كده قلنا له يلبس ايه طيب what to bring don't forget لا تنسى don't forget ما هقولوش بقى bring يحضر ما هقولوش بقى انك تجيب هدية لا انا هقوله مثلا don't forget to bring لا تنسى ان تحضر some music بعض الموسيقى to play علشان نلعب party games علشان نلعب ألعاب حفلات تعال نقولها تاني Dear friend, I'm inviting you أنا بعزمك to my birthday party It will be next Monday هتكون الاثنين الجاي at 7 p.m. في السابعة مساء It will be in my house وعيد الميلاد هيكون في بيتي Please من فضلك wear something blue البس حاجة زرقاء Don't forget to bring ما تنساش انك تجيب some music بعض الموسيقى to play party games علشان تلعب العاب حفلات طيب هو طلب مني ارسم ايه يا ولد draw ارسم the invitation cover غلاف الدعوة الكارت بتاع الدعوة مثلا طيب اكتب له هنا invitation دعوة قول له بقى for my birthday عيد ميلادي يا سلام مثلا Monday يوم الاثنين 7 p.m. 7 مساء my house بيتي وارسم له كده ايه بالونة هنا غلاف جميل جدا غلاف دعوة جميل جدا عنوان كده invitation for my birthday Monday 7 p.m. my house وبالونة ممكن ترسم بقى تورتة وشموع ممكن طيب تعالى للمهمة اللي بعد كده أليفلت هنعمل نشرة بص بقول لك you want to help your friends know how to be safe online you أنت want to أنت تريد أن help your friends أنت عاوز تساعد صحابك No, هما يعرفوا how to be safe online ازاي يكونوا في امان على الانترنت طبعا امان على الانترنت فاكر ما اديش حد معلوماتش الشخصية ما اديش حد رقم تليفوني ما اديش حد كلمة مروري ما كونش صداقة مع حد ما عرفوش الحاجات دي عشان اكون safe You make a leaflet وانت بتعمل leaflet زي منشور about how to stay safe online ازاي بتكون امن على الانترنت طيب write about خليني الاول في جزء write about وبعد كده ابقى اشوف جزء ايه draw write about اكتب عن what should you do online to be safe what shouldn't you do what should you do ماذا يجب ان تفعل علشان to be safe علشان تكون في امان what shouldn't you do وماذا لا يجب ان تفعل و give advice to your friends واعطي نصائح لاصحابك
طب انا هكتب له هنا يبقى هنا الجزء اللي فاضي ده للرسمه، انا هرسم فوق هنا، وهنا هبدا اكتب واقول له to be safe online، لكي تكون امنا على الانترنت. ماشي، اعمل ايه بقى؟ اعمل له كما وقول له what should you do. I should، انا عن نفسي I should keep my password secret. I should keep my password secret. يجب أن أحتفظ بكلمة مروري secret، سر. I should keep my password secret. I should keep my personal information. يجب أن أحتفظ بمعلوماتي الشخصية برضو. إيه يا ولاد؟ secret، سر. طب ادخل بقى على shouldn't do، المفروض ما تعملوش. I shouldn't، أنا لا يجب أن، I shouldn't make friends، لا يجب أن أكون صداقات with people، مع الناس اللي ما اعرفهمش. with people I don't know، اللي انا ما اعرفهمش. هقولها تاني يا اولاد. I shouldn't make friends، لا يجب ان اكون صداقات with people I don't know، مع الناس اللي ما اعرفهمش. طيب ايه كمان بقى؟ قال لي ادي نصايح، give advice to your friends. هقول له مثلا don't، بنصحه بقى don't، مش don't مثلا tell، لا تخبر anyone، اي شخص، don't tell anyone your address، عنوانك، or phone number، او رقم تليفونك. طيب انا كده ظبطت الدنيا، عملت اللي المفروض اعمله واللي المفروض ما اعملوش، وكمان اديت له نصيحه زي ما هو طلب مني بالظبط. هنيجي بقى لجزء درو. هو بيقول لي درو ذا ليفلت يو ويل شير وذ يور فريندز، الليفلت اللي انت هتصممه، تمام، الكتيب او النشره او المنشور اللي انت هتصممه كده. واقول له مثلا هنا بي سيف اونلاين. كده انا برسم الليفلت، عملت له عنوان، وبعدين مثلا اكتب له هنا باسورد، واعمل له علامه كده، واقول له don't give anyone، لا تعطي اي شخص your password. ومثلا اقول له هنا address، العنوان، واكتب له مثلا رقم تليفون وليكن 00277853، واعمل له علامة مايلة يعني لا، واقول له don't tell your address، لا تخبر حد ب your address، بعنوانك، or phone number، او رقم تليفونك. شفت مثلا ده شكل ليفلت، شكل المنشور اللي احنا عملناه. بي سيف اونلاين، كن امنا اونلاين. وقلت له حاجتين ما يعملهمش، الباسورد، وكتبت له تحتها dont give anyone your password، الادرس ورقم تليفون dont tell your address or phone number. وبعد كده كتبنا، هقولها تاني، to be safe online I should keep my password secret، I should keep my personal information secret، I shouldn't make friends، لا يجب أن أكون صداقات with people، مع الناس I don't know، اللي أنا ما أعرفهمش، don't tell anyone، لا تخبر أي أحد your address، عنوانك، or phone number، أو رقم تليفونك. طيب تعالى للمهمة اللي بعد كده، اسمها Mother's Day، عيد الأم. It's Mother's Day، إنه عيد الأم. You want to make a present to your mom،
انت عاوز تعمل هدية لماما. You have some old things. انت عندك حاجات قديمة موجودة عندك at home في البيت that you can recycle. ممكن تستخدمها في إعادة التدوير. تعيد تدويرها وتعمل بها هدية جميلة. Write about. اكتب عن. What things will you use? ايه الحاجات اللي انت هتستخدمها؟ What will you do? هتعمل ايه بالحاجات دي؟ The steps. قول لي الخطوات. What is the product? ايه المنتج النهائي اللي انت اصلا عاوز تعمله؟ وبعد كده في جزء الدرو الرسم draw a picture of the present you make. ارسم صورة للهدية اللي انت عملتها. نعمل بقى المهمة. هقول له اول حاجة طبعا بعد ما اسيب الثلاث حروف بتوعنا واقول له It's Mother's Day. انه عيد الام. وبعد كده اقول له I want. انا اريد. To make. ان انا اعمل a card. كارت. I want to make a card for my mom. لمامتي. تمام. انا عاوز اعمل كارت كده لمام. طيب what things will you use? I will use. انا هستخدم paper. ورق. colors. الوان. and flowers. وزهور. from the garden. من الحديقة. يبقى انا كده قلت له ايه الحاجات اللي انا هستخدمها. طيب الخطوات بقى اللي هي the steps. what will you do? ايه اللي انت هتعمله؟ ايه ال steps الخطوات؟ I will write. انا سوف اكتب. nice words. كلمات لطيفة. nice words. انا هكتب كلمات لطيفة. تمام؟ for my mom او to my mom. لمامتي. وبعد كده then ثم I color. ولون. I color the paper. ولون الورقة. and we glow او I glow. يعني ألزق بالصمغ. I glow the flowers. I glow the flowers. ألزق بقى الزهور كده بالصمغ. on the card. على الكارت. يبقى انا كده قلت له الخطوات. What is the product? ايه هو المنتج؟ انا قلته في الاول خالص ان انا عاوز اعمل كارد. كارت الماما. طيب draw a picture of the present you make. ارسم صورة للهدية اللي انت عملتها. فبترسم صورة للكارت اللي انت عملته. تمام. واكتب كده happy mother's day. Happy Mother's Day. والزهور اللي احنا لزقناها. هنا مثلا. وده الايه؟ الكارد. It's Mother's Day. انه عيد الام. I want to make a card for my mom. انا عاوز اعمل كارت لماما. I will use paper. هستخدم paper, colors and flowers from the garden. الفلاورز هجيبها من الحديقة. I will write nice words. هكتب كلمات لطيفة. to my mom. لمامتي. then I color the paper. بعد كده الون البيبر الورقة. and I glue. I glue. ألزق بالصمغ. the flowers. الزهور. on the card. على الكارت. وده الشكل. تعالى بعد كده للمهمة اللي جاية. my favorite game. لعبتي المفضلة. واحنا خدنا كم لعبة؟ خدنا hide and seek وخدنا musical chairs وخدنا pass the parcel. مرر الطرد. you and your friends. انت واصحابك are playing. بتلعبوا. هو ما حددش صراحة. قالك your favorite game. لعبتك المفضلة. بس قالك in an open area. خلي بالك قوي من an open area. ده الراجل يقصد ايه؟ بتلعبوها في مكان واسع. واسع. يبقى اكيد يقصد هايد اند سيك. write about the name of the game. اكتب اسم اللعبه. how do you play it. وازاي بتلعبوها. فهتقول له
My friends أصحابي. And I وأنا. هو عاوزها بزمن المضارع المستمر. Are playing بنلعب. Hide and seek بنلعب hide and seek بنلعب hide and seek استغماية. In the park في الحديقة. يبقى انا كده قلت له the name of the game اسم اللعبة قلتها خلاص hide and seek. طيب how do you play it ازاي بتلعبها؟ قول له بقى a player لاعب called يسمى the seeker الباحث. بيعمل ايه اللاعب اللي بيسمى الباحث؟ closes بيغلق his eyes بيقفل عينيه and counts وبيعد to 10 الى 10. طيب وبعد كده the other players اللاعبة بقى الاخرين hide بيستخبوا and the seeker والباحث ماله الباحث يا ولاد tries بيحاول and the seeker tries to find them انه يجدهم. ممكن تقول له the last one left اخر واحد متبقي is the winner هو الفائز. The last one left is the winner. طيب ده اللي انا كتبته. My friends and I are playing hide and seek in the park. A player called في لاعب اسمه the seeker الباحث closes his eyes بيقفل عينيه and counts to 10 وبيعد العشرة. The other players اللاعب الاخرين hide بيستخبوا and the seeker والباحث tries to find them بحاول انه يلاقيهم. وبعد كده قال لك draw a picture of your favorite game ارسم صورة ليها بقى. ارسم ايه طيب؟ بص انت هترسم مثلا شجرة تمام شجرة وبعد كده ارسم انه في واحد واقف كده واحد واقف كده خلاص مغمض عينيه اهو المفروض ان هو كده مغمض عينيه تمام وحاط ايده كده على عينيه اهو مغمض عينيه وبيقول ايه 1 2 3 4 وبيعد تمام حلو الكلام يبقى ده الايه السيكر واقف مغمض عينيه وبيعد فاللعيبه الثانيه بقى بتستخبى انت ممكن ترسم هنا مثلا شجيره وهنا حاجات كده وفي هنا راس طالعه كده يعني في واحد مستخبي هنا تمام وهنا برضو في راس طالعه كده من هنا يعني مستخبي ورا البتاعه دي تمام وممكن ترسم واحد كده بيجري فدي لعبة hide and seek خلي دي كده تبان كده ان هي ايه ان هي حاجة هو مستخبي وراها دي لعبة hide and seek وانت طبعا هترسم احلى مني كتير يعني طيب تعالى للأسف اخر مهمة واخر مهمة هي قصة متلخبطة ومطلوب منك انك ترتبها بس تحط واحدة اتنين تلاتة عليها وبس فهنا بيقول لك a story in order قصة عايزة تترتب. You read a story انت قريت قصة about a brother عن اخ who wants to make a present والاخ ده عاوز يعمل هدية for his younger sister لاخته الصغيرة الله شايف الحب بين الاخوات عاوز يعمل لها هدية on her birthday في عيد ميلادها. He likes recycling الاخ ده بيحب اعادة التدوير and he made a beautiful present وعمل هدية جميلة فعلا for his sister لأخته. Put the parts ضع الأجزاء دي below in order الأجزاء اللي تحت دي in order حطها بالترتيب to make the story علشان تعمل قصة. واستنى
add a heading to the story. بس مش بس انك هتحط واحد اتنين تلاتة وترتب القصة دي، لا، في حاجة كمان، add a heading to the story، ضيف عنوان للقصة. طيب تعال نقرا الاجزاء دي ونشوف مين الاول ومين التاني ومين التالت. On Malak's birthday، في عيد ميلاد ملك، علي gives Malak the bike، علي ادى ملك العجلة. ايه ده خلص خلاص، ده ايه ده، ده في الاواخر دي، اداها العجلة. He tells Malak، وقال لملك، that the bike is now new، العجلة دلوقتي بقت جديدة يا ملك. But he recycled it، بس هو اعاد تدويرها، from an old one، من عجلة قديمة. ملك is very happy، وملك بقت سعيدة، to have the bike، ان هي معاها العجلة، she wants، اللي هي كانت عاوزاها. علي feels proud، وعلي دلوقتي فخور، وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. طيب اعتقد ان دي هتبقى ثلاثة، يعني دي اخر حاجة. علي takes the bike، علي بياخد العجلة، to the garden، للحديقة، وبدأ بقى ايه ينظف فيها. علي clean the bike، اكيد دي قبل دي اللي انا بقراها دلوقتي، اكيد قبل ما هو خلص العجلة واداها لاخته. علي clean the bike، علي بينظف العجلة، and remove the old metal، وبيزيل بقى المعدن القديم اللي كان مصدي عليها. The bike is very old، العجلة اصلا قديمة جدا، and brown، ولونها بني. But علي asks his uncle، بس علي طلب من الانكل، من عمه، for advice، النصيحة. His uncle gives him a special paint، فعمه اعطاه دهان خاص، to protect the bike، علشان يحمي العجلة. علي paints the bike، وعلي بيدهن العجلة، and puts a new seat on it، وحط عليها مقعد جميل، بيظبط فيها بقى. The bike is now beautiful، العجلة دلوقتي بقت جميلة. فأكيد بعد دي هنا، وفي عيد ميلادها ادى أخته العجلة. طيب تعالى نقرا الجزء ده. علي likes recycling، علي بيحب إعادة التدوير. And tomorrow is his sister's Malak's birthday، وبكرة عيد ميلاد أخته ملك. ملك likes bikes، ملك بتحب العجل. And she really wants to have one، وعاوز يبقى عندها عجلة. علي doesn't have money to buy new bike to ملك، علي ما عندوش فلوس انه يجيب عجلة جديدة لأخته. So he thinks of recycling، ففكر في إعادة تدوير the old one، العجلة القديمة اللي عندهم. He has at home، اللي عنده في البيت. دي أول حاجة. تاني حاجة، علي take the old bike، خد العجلة القديمة، to the garden، للحديقة. علي clean the bike، وبنظف العجلة، and remove the old metal، وزال المعدن القديم. The bike is very old and brown، العجلة قديمة جدا وبنية. But علي asks his uncle، بس علي بيطلب من عمه، for advice، النصيحة. His uncle gives him a special paint، وعمه اداله دهان خاص، to protect the bike، علشان يحمي العجلة. علي paints the bike، علي بيدهن العجلة، and puts a new seat on it، وحط عليها مقعد جديد. The bike is now beautiful، العجلة دلوقتي جميلة. تالت حاجة، on Malak's birthday، وفي عيد ميلاد ملك، علي gives Malak the bike، علي بيدي ملك العجلة. He tells Malak، وبيقول لملك، that the bike is now new، العجلة دلوقتي بقت جديدة. But he recycled it from an old one، بس هو أعاد تدويرها من عجلة قديمة. ملك is very happy to have the bike she wants، وملك بقت مبسوطة ان معاها العجلة هي عاوزاها. علي feels proud، وعلي بيشعر بالفخر. كده احنا عملنا اول حاجة اللي احنا حطيناها in order، بالترتيب رتبناها. طيب add a heading to the story، ضيف عنوان للقصة. ايه رأيك لما نقول a recycled present، هدية معاد تدويرها؟ A recycled present، اكتب العنوان كده مستر. ينفع اقول A recycled bike، عجلة معاد تدويرها. طب يا مستر ينفع اقول recycling، اعادة التدوير؟ ينفع تقول recycling، اعادة التدوير. ينفع انا اقول A kind brother، اخ طيب؟ ممكن تقول. ممكن اقول A nice present، ممكن تقول A nice present، هدية جميلة. كل ده ينفع عنوان للقصة دي. كده يا بطل احنا خلصنا، انت هتجيلك مهمة واحدة من المهام دي.
طبعا خلاص انت يعني عارف الموضوع بقى ده الترم التاني، فانت اتعودت عليه في الترم الاول وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. هيجي لك مهمه ان شاء الله من المهام دي، وزي ما قلت لك لو في مهام تانيه هنلاقيها فهنعمل ليها جزء تاني، هنعمل الفيديو ده جزء تاني. المهام دي انا هسيبها لك، هسيب لك الجزء المحلول ده هحفظه زي ما هو كده، وهسيبه لك برضو تحمله، يبقى هتحمل نسخه فاضيه ونسخه الحل ده هحفظه كده، وبرضو ان شاء الله تبدا انك تحمله من صندوق الوصف. انا بس كل اللي طالبه منك في المهام الادائيه تركز يا حبيبي، خلي بالك الجرامر، خلي بالك البونكتويشن، خلي بالك من سبيلنج. انت 35 درجه، فاللي هيديك 35 درجه ده لو لقى اي حاجه لا هياكل منهم، هياكل من ال 35 درجه، يقول لك لا ده عنده غلطه في سبيلنج، عنده غلطه مش عارف. خلي بالك، خلي بالك من الامور دي، وظبط كده كتابتك وما تضيعش ال 35 درجه دول منك. وانا بشكرك جدا انك كملت الفيديو للاخر. ثانك يو فور واتشينج، شكرا يا بطل المشاهده. ودلوقتي اقول لك نستودعكم الله، سلام، جود باي.